نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا أن نصل إلى هذه المرحلة من بناء مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، هذا المسجد المبارك الذي يحمل اسم دولة هي الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، والتي جاد أهلها أهل المشرق أهل أندونيسيا الكرام بالمال الوفير والعظيم من أجل بناء هذا المسجد المبارك، هذا المسجد العظيم. أسأل الله تعالى أن ييسر لهم وأن يوفقهم لإتمام هذا الصرح وهذا المشروع الكبير، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يكتب لهم المثوبة، وأن يتم على أيديهم إن شاء الله تعالى بناء هذا المسجد ليضحي منارة علمية وإيمانية ودعوية على هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين التي باركها الله جل وعلا للعالم. هذا المسجد الذي بعث الأمل في نفوس أهل هذه المنطقة كي يؤدوا الصلوات الخمسة ويقيموا الشعائر الإسلامية من صلاة عيد وغيرها، وكي يحفظوا أطفالنا القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية المشرفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من قام بهذا العمل جزاء الثواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا المشروع على خير وبركة. ونشكر إخواننا الشعب الأندونيسي الذي قام بهذا الجهد ليكون منارة للشعب الأندونيسي في هذه المنطقة المباركة. أعمامي وعماتي في أندونيسيا، نشكركم على هذا المشروع الكبير، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، ونحن نتعلم فيه القرآن الكريم، وندعو لكم في كل صلاة، ونرجو الله أن يكون أبناءكم من حفظة القرآن الكريم.